خضعت التمارين رقص لان كان معايا مدرب رقص في المشاهد الرهيبه، هم كانوا مشاهدين بس. كل ما الفنان يكبر سعره بيرخص، مش شرط. يا ريت ما نحكمش على الحاجه، ما نبقاش دايما من الشعوب المتسرعه. حضرتك اتفرج على المسلسل وقول لي رايك بعد كده. هي جريمه بتحدث في منتصف الليل من خلال احداث تحدث في احدى الجامعات الخاصة. الرقابة طلبت، قالت ده اسم الاولاني مستفز، فقلت لهم ماشي نسميه جريمة منتصف الليل، فقالوا ده احلى، فقلت لهم خلاص. ست راقصة بترقص رقص شرقي وعندها بنت وبيتعرضوا لحادثة معينة في حياتهم بتقلب موازين حياتهم خالص. انا حاضرة الشخصيات الحقيقية وحاضرة الحادثة نفسها. عايز اعرف الشخصيه. بعمل شكري، شكري ده مقدم شرطه بتجيله القضيه فبيبتدي يشتغل عليها، فبيلاقي قضيه صعبه جدا ومتشابكه جدا، وكل ما يحلها من حته تتفك من حته تانية، فاحنا طول الوقت هو في مشكله ازاي يوصل لحل الجريمه دي. انا مبسوط بيها جدا، واول مره بقى عندي معرض عربيات، ودي حاجه عظيمه جدا في ظل الغلا بتاع العربيات، فحاسس ان انا غني جدا. زمان حاجه تانية، زمان حاجه تانية. اتمنى ان الدراما بتاعتنا ترجع شبه دراما زمان شويه. يعني لما نروح احنا المسلسل التاني وانتوا موجودين هتجبنا في المدى، انتوا تنوروا اي حته، وانا بقول لا في حاجه.